يقول: وقعت مشكلة بين أهلي وزوجتي في اليمن، وذهبت إلى المحكمة الشرعية بجدة للطلاق، وفي المحكمة طلبوا مني ورقة كتبتها لهم، وفيها: أنا المدعو فلان ابن فلان، لقد طلقت فلانة بنت فلان، وأنا في كامل وعيي وعلى ذلك أوقع. وأخذوا مني الورقة وأعطوني موعدا لمقابلة القاضي وإحضار الشهود، وحضرت في الموعد ومعي 2 شهود، ولكن القاضي لم يحضر إلى المحكمة في ذلك اليوم، وبعد ذلك تراجعت وعدلت عن الطلاق، فهل بهذا يكون قد وقع الطلاق مني أم لا؟ وهذا حدث قبل 3 سنوات، وأنا الآن لي أولاد منها بعد ذلك، وإذا كان قد وقع الطلاق فما هو مصير الأولاد وماذا علي أن أفعل؟ الطلاق الذي كتبته ونويته هذا يقع عليك بلا شك، وإذا كان دون الثلاث، إذا كان هذا الطلاق دون الثلاث ولم يسبقه طلاق قبله، إنها تجوز لك الرجعة، يجوز أن تراجعها بأن تشهد شاهدين بأنك قد راجعت زوجتك، لكن بشرط أن لا يكون الطلاق قد استنفد الثلاث كما ذكرنا. نعم. وعلى كل، يجب عليك أن تراجع المحكمة التي ربطت معها موعدا لهذا الإجراء، وأن تراجع عند القاضي بأن تطلعه على الورقة وتخبره بأنك تريد المراجعة، إذا كانت العدة باقية ولم تنتهي. أما إذا كانت انتهت عدة الزوجة فإن الرجعة لا تصح، ولا بد من عقد جديد إذا لم تستنفد الطلاق الثلاث. نعم.